الزلازل المدمرة قد يأتي بعدها نمو اقتصادي كبير، مفارقة تكررت تاريخياً في العديد من الدول، ولو أنها لا تكفي لتخفيف المأساة. فما سببها؟ المأساة الإنسانية في تركيا وسوريا تفوق كل وصف ولا تترك مجالاً للتفكير بالغد، إلا أن الحقائق الاقتصادية بعد الزلازل أو الكوارث الطبيعية تحمل بعض الأمل. بحسب دراسات عدة، هناك 5 عوامل إيجابية تدفع الاقتصادات إلى تسجيل معدلات نمو استثنائية بعد الزلازل والكوارث الطبيعية الكبرى. أولاً، التعويضات الحكومية. الحكومات تدفع تعويضات للأفراد والمؤسسات لبناء ما تهدم، وهو ما ينتج عنه نمو اقتصادي. حدث ذلك على سبيل المثال في اليابان بعد زلزال طوكيو في 2011، لكن مقدار التعويضات يعتمد على مدى القدرة المالية للدولة. ثانياً، الإنفاق على إعادة الإعمار يخلق وظائف ويدفع بنمو الاقتصادات. حدث ذلك على سبيل المثال بعد زلزال نيبال في 2015 وزلزال هايتي عام 2010. ثالثاً، فرصة لتحديث البنية التحتية. غالباً ما تكون عملية إعادة الإعمار فرصة لإعادة تأهيل البنية التحتية بشكل أفضل والبناء بتقنيات تحمي من الكوارث البيئية، مثل ما حدث بالأبنية التي شيدت باليابان بعد زلزال كوبي في عام 1995. رابعاً، قدوم الزائرين. من المفارقات أن العديد من المدن التي تعرضت لكوارث طبيعية شهدت زيادة في السياح، وتفسير ذلك تردد اسم المدينة بكثافة في الإعلام وحشرية الزوار لمعاينة ما جرى فيها. خامساً، تحديث القوانين. تضع الحكومات قوانين جديدة وصارمة للبناء، خصوصاً في المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية، وهو ما حدث في تركيا بعد زلزال 1999 المدمر، حيث فرضت السلطات قانوناً جديداً للمباني الجديدة يلزم بالامتثال لمعايير مقاومة الزلازل.